باش بحق دلا. كليب أغنية تعال حقق نجاحاً واسعاً ونسبة مشاهدة عالية فاقت 200 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، على الرغم من عفويته والإمكانيات المتواضعة التي استخدمت في تسجيله. اليوم ولأول مرة في ألمانيا سنتعرف على التريو العراقي الناجح محمود التركي، علي جاسم ومصطفى العبد الله. يعني نجحتوا انتوا كتريو مع بعض طبعا مع محمود التركي، شنو سر هذا النجاح؟ هل هو فعلا فقط هاي البساطه اللي موجوده في الفيديو كليب؟ احنا بسطنا موضوع الصوره حتى نرفع من شان الاوديو، حتى تبقى قيمه الاوديو، سوينا شيء مبسط ومختلف جدا يعني، ولاول مره صورنا بالتليفون، كانت الاجواء بيه عفويه جدا، طريقة طرحها وكانت سهلة يعني أي واحد أي متلقي يشوفها مرة واحدة يظل بالذاكرة. البساطة والعفوية اللي موجودة في الفيديو كليب هاي ما كانت مقصودة وإنما كانت فعلا عفوية. هاي أصلا هي يعني خوتنا وصداقتنا على الأرض الواقع، هي جدا منشقة ضحك فرفشة، فتحولت إلى فيديو كليب لترجمة أخوي حبيب مصطفى عبد الله على شكل هاي الأغنية. لون تم القرار قل لي. شوفي هو خلعتينهم بالصراحة، والأوديو كان علي كان مو موافق على الأوديو بالدرجة الأولى ومحمود كان مو موافق. غنيت الأوديو أني وعزمتهم واحد واحد، دخلت علاوي شوية شوية، بعدين جبت محمود غنى محمود، قلت لهم تصورها هسه؟ قالوا شلون؟ قلت لهم هيك، أني ممشط شنو، قلت لهم هيك يعجبكم مرة واحدة نصورها وان شوت. صورناها هم قالوا مصطفى ما حلوة ما أعرف شنو، قلت لهم أوكي خلاص توكلوا بالله. علي سافر للأردن ومحمود سافر لدبي، يعني بقيت وحدي بالشركة، نزلتها هم ما يدرون. بالشارع دا أسمع الأغنية فدا أخابر دا أقول له مصطفى شنو هاي، قال لي ما شغل الله أنا أدري دارسة. وصلت لدبي نمت قعدت لقيت رابط، جاني رابط، فتحت الرابط مصطفى منزل الاغنيه، يابا مصطفى انت شنو عالزني حضنك حضنا مال انتقام واحسسك بالغرام واسمعك احلى كلام تعال تعال تعال. مصطفى العبد الله كان متوقع هذا النجاح راح يصير، هو قال انا حلمت وهذا حلم حياتي الاغنيه تصير 225 ان شاء الله، بس تصير 230 راح نحتفل. شنو اللي جمعكم مع بعض يعني من الاخراج للغناء شلون هاي؟ شوفي احنا اول شيء كل احنا منتمين الى شركه اللي هي شركه نجوم الدار البيضاء، ولكن علي ومحمود هم الاقرب الي شخصيا، كنت مركز وياهم اكثر يعني كفنانين، يعني شغلهم اختياراتهم كلها كانت عن طريق مشوارك الفني. حسيت انه كان سهل لو تعذبت وواجهت صعوبات بحياتك؟ ماكو شيء بالدنيا يعني سهل، يعني اي حلم انت يعني بحياتك تريد توصل له لابد انه تلاقي عقبات بحياتك، يعني سواء كان اشخاص يعني يصدوك بالبدايه، يعني سواء كان يعني صعوبات ماديه معنويه، فالحمد لله كل هذا تجاوزته. مصطفى بدي اسالك اذا مريت بموقف صعب بحياتك اللي اثر بيك شخصيا بس مع ذلك انت استمريت. يعني انا المواقف يعني عديده بصراحه، ولكن انا الموقف اللي اثر بي يعني واللي خلاني يعني حفزني وخلاني ابقى مصر انه انا لازم اكون انسان ناجح ولازم يكون لي مكانه في هذا المجتمع، هو شخص قريب علي كان يعني هو من أقاربي ووجه له تحية ويعرف نفسه، اتهمني بالفشل ووصل لي معلومة أنه أنا راح أكون فاشل في يوم من الأيام، وأنا من خلال قناتكم ومن خلال هذا المكان أوجه له تحية وأقول له أنه أنا إنسان وصلت للأحلام اللي كنت أتمناها وحققت أشياء هواية هو وغيره ما قدروا يحققوها.
أنا أريد أطرح عليكم هسا أسامي بعض الفنانين أو الفنانات، أريدكم تجاوبوني بكلمة واحدة عن كل اسم أو كل فنان. محمد السالم. محمد السالم فنان شاب ويعني مجتهد ومواكب بالأعمال ومشتغل على نفسه، يعرف نقاط ضعفه وين ويعرف قوته وين، يلعب بمنطقة بعيدة عن كل الشباب اللي يعني ما يقدرون يوصلوا لها. محمد من فنانين الشباب اللي قدروا يجددون بالأغنية العراقية، بدأت تشتغل بالديجيات، بدأت الأغاني العراقية السريعة اللي توصل الآن، وبدأت من خلال هاي الأعمال اللي يقدم محمد يتافتون الفنانين العرب على هاي الأعمال. نور الزين. مجموعة من الفنانين اللي موجودين هو اللي يتعامل وياهم، هو صاحب الفضل لهم، وصلهم إلى مرحلة يعني هم يمكن لولا نور الزين كانوا بعشرات السنين يلا يوصلون هاي المرحلة. فنان عراقي راقي وملحن يجنن، وأنا كل شعب جريت نفس لأن ألحان تجنن وعمالت كلش حلوة. سيف نبيل. أنا أتوقع له أنه راح يوصل إلى مرحلة ما وصلوا لها الشباب اللي يتعاملون إياه بنفس المنطقة اللي هو يشتغل بها. شذا حسون. عراقية، نوجه لها التحية. شكرا. أسراء الأصيل. أسراء الأصيل فنانة شابة مبدعة تقدم أعمال جيدة جدا وناجحة بالفترة الأخيرة، وأتمنى لها الموفقية وإن شاء الله تستمر على هاي الخطى الجميلة. رحمة رياض. رحمة فنانة راقية فنانة بمعنى الكلمة، صوت وأداء، ويكفي هي بنت رياض أحمد يعني تحمل اسم فنان كبير من فنانين العراق، يعني تحياتنا إلها. رحمة فنانة راقية بدت بالآونة الأخيرة تشتغل على نفسها صح. ماجد المهندس. فنان كبير وراقي ومبدع، يعني شهادتي مجروحة بي، وأنا يعني آسف اليوم أنا ما أقدر أقيمه. ماجد مهندس كبير يعني فنه وبعطائه، إنسان يعني يعجز اللسان عن وصفه. ماجد كل شعبه، وحب فنه وحب أداء الأغنية وترجمته للحن. كاظم الساهر. وصلنا لكاظم الساهر القيصر، تحياتنا ويعني حبنا واحتراننا إلى صراحة كاظم الساهر، أنا ما أقدر أقيمه مستحيل يعني، بس أنا من عشاق كاظم الساهر، ويعني هذا النهر الثالث للعراق، عمود من أعمدة الفن العراقي اللي وصل الفن بطريقة أنيقة يعني العالم العربي والعالم. بغداد. بغداد لها نكهة خاصة بعالمنا بناسنا، شيء أكيد ألمانيا حلوة بس مو مثل بغداد، يعني مو مثل بلدنا الحبيب العراق. ربي إن شاء الله الأمن والأمان إن شاء الله. بغداد الحضن، يعني بغداد أمي، يعني أنا عندي أسعد أوقات بغداد، شيء عظيم يعني بغداد. بغداد السلام، بغداد الحب، بغداد الشعر والأدب، يعني بغداد شيء كبير جدا يعني يعجز اللسان عن وصفه. بغداد يعني نقطة الانطلاق والمركزية وكل شيء حلو بالنسبة لي بالدنيا هي بغداد. يعني هسه اضطريت التور من السويد لألمانيا، يعني اكو جمال بس ما لقيت مثل جمال بغداد. ما لقيت جمال بغداد بألمانيا؟ والله احلى شيء بالدنيا بعيني. والعراق؟ يعني العراق ما أقدر أحكي والله. تأثرت. اللي نحبه. محتاج أطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا آذان الفجر شقد حلوة بغدادي، عطشان للماي العذب تعبان تعبني الدار، والقلب آه القلب ظل باسمك ينادي، ظل باسمك ينادي. صوتك حلو بس عيونك صغار شنو قصتك؟
هاي قصتها أول ما جيت لبغداد، جيت المصطفى الحمد لله والشكر الله وفقنا. جيت له قال لي أنت من وين؟ قلت له أنا من البصرة. قال لي غني غنيت. قال لي أنت صوتك حلو بس عيونك صغار. بس هو كان يدلعني يعني، كان يشاق وياي. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال بس لك من طي مجال. تعال 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 وريد اقول لك اني قفل عليك، وريد اشرد بيك تروح ما خليك. تعال تعال تعال, تعال.